مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا فيكم فيديو جديد مع اعتدال. اليوم مثل ما شايفين من التايتل تبع الفيديو عنا شي ان هول. مش كتير بعمل اوردرز من شي ان، بس لما بعمل بتكون مش ضخمة بس مش صغيرة. عادة بشتري اظافر، اشياء صغيرة، اشياء للاي سي مار. هالمرة اشتريت 99% من الاشياء لبس. اشتريت لبس لليوتيوب لانه بحب اغير، اعمل رول بلايز بالاي اس ام ار، كل هالاشياء. بدي لبس مختلف، بدي لبس بالوان ما بلبسها بحياتي اليوميه، كل هالاشياء. ولاني مشتري من قبل من شيء اللبس وكتير عجبني، كتير مناسب للفيديوهات، قررت اعمل اوردر كبير اللبس. قبل ما نبلش الفيديو بدي اذكركم تعملوا سبسكرايب بقناتي، تعملوا لايك، تفتحوا تحت الديسكربشن بوكس في كود عشان تاخذوا خصم بالشي ان. ويلا نبلش بالفيديو. اوكي، اول شغله راح افرجيكم اياها هي اشياء مش لبس، والشغلات الوحيده اللي مش لبس اللي اشتريتها. اول شغله رموش. لي سنين ما حطيت رموش، قصدي ما اشتريت رموش هيك. قررت اشتري لانه بدي اجرب لو كانوا، تعرفوا الطرف تبع الرمش لو كان خميل بتوجع العين وبدق العين، هدول كتير خفيف ما بتحسوا كليا. والرموش هاي ضخمة، شايفين قدي ضخمة. باي ذا واي هذا الميك اب لوك موجود على اليوتيوب، روحوا شوفوه، هحط لينك هون اذا بدكم تشوفوا كيف عملت هذا الميك اب لوك. حسيتهم لانه كانوا ضخمين. اوكي، لو بحياتي اليومية ما كان خليتهم الأد، كان قصيتهم لسه اكتر، بس ما بتحسوا فيهم يعني كليا، ما بتحسوهم وهم بالعين. كتير حلوات، اكيد رح اشتري كمان موديلات. يعني هدول ما بعرف بالضبط شو اسمهم، بس رح اشتري الاصغر اليوميات اكتر. 10 من 10، يوم اجولي اليوم جربتهم بصراحة بجننوا. كمان شغلة اشتريتها، اشتريت اكياس بلاستيك، لانه عندي كتير اشياء، عندي لبس مش طبيعي كمية اللبس اللي عندي اياه، منه براندات، اشياء جديدة مش ملموسة حتى، وببيع اونلاين. اول لبس اشتريته هي هاي البلوزة، مثل ما شايفين قدي حلوة. المشكلة بلبس شي ان اكتر كروب توب، بقهرني كتير انه ليش ما بتعطيني بلوزة كاملة، ليش ما تكون عقياس. اوكي انا قصيرة بس مش لهالدرجة قصيرة. المهم بدي اياها مثل ما قلت لكم اكتر اشي، بس يعني مرة بس لبست بلوزة توب اسود برا للفيديوهات عشان يبين لبس جديد، الوان تانية مثلا ما كانت طلعت بحياتي اليومية بهيك لون بلوزة. مش كتير بحب الالوان، بحب الهوديز ستايل مختلف. بتشوفوني كيف بطلع بالفلوجز، هيك بطلع بس بالفيديوهات وتحت لابسة بيجامة، بس مشان التوب يكون احلى. بصراحة بتجنن القماش، كتير مريحة، كتير حلو. لابسة من جوا بلوزة تانية نص كم ومريحة كتير وكتير حلوة، وزهري كتير بحب الزهري باللبس. اشتريت هذا التوب اللي ما كان مبين اونلاين انه هيك قماشه كتير رقيق وشفاف، ما كان مبين، كان مبين توب عادي. مش مشكلة بقدر البس اي اشي من جوا، بس اشتريته مشان ايدي ضيقة. شوفوا ما احلى ايدي، هاي الفتحة اللي بيعمل بالايد كتير تعجبني، وبديها مثل ما قلت لكم لأي سمار، وبتخيلها كتير حلوة لما اعمل حركات الايدين وهيك، كتير عجبتني. المشكلة انه خايفة ما ينمزع بالاظافر او باي اشي، لانه ما بعرف. شوفوني شايفيني هالقد شفاف، بس كتير رخاص، كتير حلوات، يعني حتى لو انمزع ما بتحزني عليه. كتير حلو، بذكرني شوي بخريف بامكنز هيك جو، بس رح لاقي له ثيم ورول بلاي اعمله اكيد. اوكي، مثل ما بتعرفوا شي ان بيعمل كتير كولابس، باور باف جيرلز، هاري بوتر، كل هالاشياء. كتير من الاشياء اللي بدي اياها بحطها بالباسكت وما بشتري على طول عشان اعبي الباسكت تبعي، بتصير سولد اوت. بس في شيء لحقته وما كان عملت الاوردر بدونه، هو الكرتون، البلوزه على شكل الكرتون وقت المغامره، كمان كروب توب للاسف. بس هذا كرتون اختي الصغيره كانت تضل تحضره وتغني اغنيه البدايه وقت المغامره، ومن وقتها صرت وانا كنت احضرها معها وبتذكرني فيها
كتير كيوت وحلو، ألوانه بتجنن، كأنه كل مرة شي أنت تعمل كولاب مع شركة تانية أو كرتون هاري بوتر كل إشي. اللي قماش أحسن بيكون، انتبهت لهاي؟ كتير حلوة كتير حلوة، يعني بدي أعمل كتير فيديوهات فيها وألبسها. أكيد كل إشي بغسله قبل ما ألبسه، هاي مش مغسولة بس عادة بغسل كل إشي قبل ما ألبسه لأنه فيهم ريحة بلاستيك خفيفة، بس مش مشكلة، يمكن لأنه مضبوبين. والإيد هيك كتير حلوة. جبتني بلوزة كتير كلاسيك عادية بيج، بيعجبني هذا اللون البيج، ومكتوب عليها بالأسود بيبي جيرل، كمان كروبت، بس بحسها كتير بتلبق لي مع شعري الأسود، شايفين؟ حلو علي. إذا بدي أعمل شفايف حمر أو بينك حتى بحسها كتير بتلبق. كمان الإيد هيك، أني حاطة وراي جرين سكرين، إذا اللبس فيه أي إشي أخضر صغير رح يبين بالضبط مثل جرين سكرين، بس أنتوا تخيلوا أخضر. كتير عجبني هاد، ما بعرف ليش بسكرني تبع السيارات والرالي، أنا بكره تبعوني السيارات والرالي، بس عجبتني كتير وتخيلت تلبق لي كتير أنا بالشعر الأسود، وهذا اللون الأزرق كتير حلو علي. كتير كروب توب صراحة، كتير قصيرة، بس دائما بلبس تحتها توب تاني، بس كتير حلوة. كان في منها بالضبط على أخضر، وكنت كمان حطيتها بالباسكت، بس بعدين جبت الجرين سكرين قلت لو حطيت أخضر لابسة أخضر والجرين سكرين أخضر كلنا رح نبين مثل الباك جراوند، رح أختفي كليا. بتعرفوا حتى السحابها بجنن، هوايته كتير حلوة. شو كمان؟ أوكي، اليوم اللي بصور الفيديو 8 الشهر، لا اليوم 9 الشهر، بكرة 10 الشهر، 10 شهر 2 هي بداية السنة الجديدة القمرية للصينيين، و11 رح يعملوا حفلة هون بمدينتنا، و كتير بحب الأشياء الصينية والثقافة واللبس، وحبيت أجرب شغلة. جبت هاي الجاكيت، أوكي كتير كتير شفاف، يعني مثل البلوزة التانية لهالدرجة شفاف، بس على التنين، والثيم كتير صيني، وعجبيني هيك كيف بيسكروا قدام هدول، يعني مع بلوزة سودا جوا بتخيل بطلع كتير كيوت. بحكي لكم الصراحة كان بدي اشتري فستان صيني، بس المرة الجاية رح اشتري. والايد اوسع شوي، يعني بتيجي هيك افتح من تحت، كتير حلو. مشان نكمل بالثيم الصيني، اشتريت هاي اللي كتير كتير اخمل هاي البلوزة، ولو انها لساتها شفافة بس اخميلة تقيلة بتحسوها، وفيها هاي الفتحة، مش الفتحة، هاي الاشي القص من قدام اللي بلبسوها زمان الصينيين اللبس التقليدي، وبجنني بجنني كتير بحبه. اوكي لونه شوي بيج كئيب، ما بعرف كيف اوصفه غير هيك مع الاسود، يعني لو هاي عأحمر كان طلعت كتير واو. رح اشوف لو موجودة. وهاي مبينة طولها الطبيعي، مش مبينة كروب توب، غريب لانه تقريبا 99% من الاشياء الموجودة على شي ان كروب توب. كتير حلوة، يعني لو عجبتني على اللبس يمكن اطلع فيها وبرا، ما بعرف، بدي اطلب كتير لبس تقليدي صيني من شي ان، كأنه رح يجي هول لبس تقليدي صيني من شي ان. كمان بلوزة حبيت اجيب هيك اشي احمر، لانه بس افكر فيها ما عندي لبس احمر، كمان شفافة وبالضبط مثل التانية، ايدها بتفتح هيك كتير، يعني حلوات، بس ما كانوا مبينين انه هالقد خفاف على الصفحة، كلهم بدهم اشي من تحت اصلا لانه كروب توب، بس حلوة هاي البلوزة. كنت لقيتها، كنت عم افكر اشتريها اسود ولا ابيض، وبالنهاية اشتريت على ابيض لانه شعري اسود، و إذا لبست أسود شوي بضيع، واشتريت هاي كتير حلوة مع التنين، كتير كتير عجبني. والإيد خلونا نشوف كيف الإيد، لا الإيد طبيعية فيها شوي أسود، كتير عجبتني هاي كتير كتير، يعني ما تخيلت يعجبوني لهالدرجة، كتير حلوة، كمان كروب توب أكيد. زهري
بحب كتير الزهري. جبت هاي كلهم فيهم شوية رقبة من فوق، بس شوفوا هاي، هاي مش كروب توب، ما بعرف كيف صارت بس مش كروب توب. طولها بلوزة طبيعية والإيد طبيعية، كتير حلو وما بتشوفوا كتير هذا. يعني ما بعرف شو لازم تدور بالشيئين، حتى كل لبس البنات كأنه كروب توب، وفي منه كروب توب شوي أطول، في كروب توب هالقد، ما بتطلعوا الأشياء على طول طبيعي. كتير حلوة هاي، حتى قماشة كتير حلو، بس كمان الفيديوهات يعني حتى لو انه كروب توب ما بتفرق. عادة ما بلبس هيك ألوان، بس هاي عجبتني كتير، ولونها واللوجو اللي عليها، الكتابة اللي مكتوب عليها هني، واللون البنفسجي، اللون البرتقاني الفائع النيون، كروب توب بس كتير حلوة. يعني بتخيلها هيك بعض الفيديوهات بهاللون، مش أحلى لون علي بس تغيير. آخر شغلة، أكيد شفتوني لابسة هالبلوزة لأنه إجت لحالة قبل ما تصلي الأوردر الثانية، هي هاي كتير حلوة، الباترن عليها بتجنن. هاي كمان مغسولة لأنه لبستها وغسلتها، وكروب يعني شبه كروب توب، يعني قصيرة بس مش لهالدرجة كروب توب، وكتير حلو الباترن اللي عليها. بتمنى ما أكون نسيت أفرجيكم شيء. هذا كان مشترياتي والهول من شيئين، بتمنى يكون عجبكم. إذا حابين تعرفوا كود لأي إشي من هالأشياء اكتبوا لي تحت شو اللي عجبكم، وراح أحاول ألاقي الكود أحط لكم إياه. أنا بحبكم كتير، شكرا إنكم حضرتوا هذا الفيديو، ورح أشوفكم قريبا لأنه جايين كتير كتير فيديوهات.